حنا الصباح تفاجئنا من هذا المشكل اللي وقع الصباح. هذه الرافعه طاحت على الصباح 10 و4 10 و4 طاحت. انا كنت كنتسخر من الحانوت وشفت هذا الشيء كيطيح. هذا صراحه الله يعني ما كاين لا ريح لا والو، الامور عاديه. يعني هذا الشيء دبرت له الفاجعه طاح الثقل اكثر من القياس، يعني ما يقارب كذا طن ونص دو طن، وما طاح تقريبا 4 طن بالثقل. والحمد لله انا قلت لك المدير بوبريا عاد جرى عندنا، باقي عاد فرحانين به، باقي عاد كمل 3 شهور هنايا. هي مشات له الطونوبيل، تهرست المؤسسه، وصراحه الله يعني من حق مشروع حايدة من حق يكون المسؤولين خصهم يكونوا كيراقبوا هذا الشيء. هذا واش هذا الرافعه صراحه نتقال ولا ما صرعاش ولا ماشي غير كيتما. ودابا وكانوا ماتوا شي دراوي هنايا كان صافي دنا على الله. كيتما الدرويش ما كاينش شي حد، والحق الاغنياء يعني كاين اللي عايفك عايفكر لهم عايتو هذيك. والحق الدرويش الحمد لله انا قلت لك دابا جات اليوم الحد هما الشارع هذا يعني كيخدم بحال الشارع الرئيسي. الواد مالح القنطره كاملين كيكوزوا من هنا، ما عندنا مين يكوزوا من غير هذا الشارع هذا. كيخدم امور عاديه لا يعني بلا مدرسه، الشارع كيخدم بزاف بزاف ماشي ماشي، المدرسه السوق الجامع كلشي كيكوز من هنا الحمد لله. يعني خرجت امور عاديه، ما وقعش الخسائر في بنادم، يعني كلشي كيخلفها الله سبحانه وتعالى. ولكن على ضروري الانسان يكون مراقب. يعني احنا عندنا واحد الرافعه كذا طن ونص، غنعملوها طن ونص، ما نمشيو بالقانون ديال علاش نهزو اللي غنعملوها اليوم ونعملوها اليوم وغدا، ماشي ضروري نعملوها احنا كلشي نسربوها نعدلوا كلشي. والحمد لله انا قلت لك من بحال اللي شتي ديك فلسطين بحال القنابل بحال ما نضرت هيدا صبحت هاد الصباح هاديك باق 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 باق. والحمد لله جات الامور طيفه، موقع بس الحمد لله وما وقع والو. الطونوبيل خلفها له لاسورانس والسيكور ديالو والامور تصلح. ولكن هذيك تعطينا عبره لواحد اخرين، اي حاجه خصو المراقبه، يعني ضروري اي مسؤول خصو يتراقب. اللي فشي مسؤوليه خصو يقوم بالواجب ديالو.